مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب، مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. طائره الزمالك تعود للتدريبات استعدادا للاتحاد السكندري. غدا كوماندو زياد الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لدوري المحترفين. تأجيل مباراة يد الزمالك مع الزهور في دور الـ16 بكأس مصر. سلة الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على الجزيرة. منتخب اليد جاهز لمواجهة المجر على المركز السابع ببطولة العالم. الكاراتيه المصري يتألق في الدوري العالمي بالقاهرة. الدنمارك وفرنسا في نهائي مثير على لقب مونديال اليد. ومن التقارير، منتخب اليد الخطوة الأخيرة في مونديال 2023. وبطل قصتنا النهاردة كابتن جمال أحمد، أسطورة زملكاوية في الكرة الطائرة. وضيفي اللي هيشرفني ونورني النهاردة دكتور طارق لطفي، مدرب فريق يد الزمالك السابق. النهارده اكيد هنتكلم عن منتخب اليد بالتاكيد ومشواره خلال البطوله من اول مباراه لحد النهارده. اكيد هنتكلم تفصيليا اكتر او فنيا او بالاحصائيات يعني اكتر مع دكتور طارق لطفي، ولكن خلينا نتكلم شويه عن اخر مباريات. طبعا يمكن كنت مع حضراتكم على الهواء وقت مباراه السويد و ما حالفناش الحظ فجأة النتيجة بعد ما كانت الدنيا ماشية جون بجون أو فرق اتنين، كل الكلام ده فجأة الموضوع تحول في وقت بسيط جدا لـ14-9، ودي كانت بداية إن السكور يعلى. ليه مش عارفة؟ ليه وصلنا للمرحلة دي مش عارفة؟ أو ليه الأحداث مشيت خلال المباراة بالشكل ده برضو مش عارفة. ناس هتطلع تقول طيب ومنتخب اليد وانتوا بتهاجموهم؟ لا خالص، ما بنهاجمهمش ولا عمرنا هنهاجم منتخب اليد، لانهم دايما بنقول عليهم ان هم تجار السعاده وبجد يعني هم عملوا كل حاجه في اللعبه محترمه جدا. الجيل ده بالذات عمل شغل محترم جدا جدا جدا، ولكن احداث كتيره قوي كانت خلال الثلاث ماتشات الاخيره سواء الدنمارك أو السويد أو ألمانيا، أحداث غريبة، سهولة غير طبيعية في أن السكور بيعلى عليك بشكل كبير جدا. وإحنا قلنا أن أنتوا اللي عشمتونا وأن أنتوا اللي خلتونا نقول عليكم، وده من إنجازاتكم مستل هنقول عليكم كده، أن أنتوا وسط الثمانية الكبار أو وسط الأربعة الكبار، كان نفسنا تبقوا مع الأربعة الكبار وكان ما بيفصلكمش حاجة عن الموضوع ده، يعني حاجة فعلا بسيطة كانت بتفصلكم على انكم تكونوا موجودين في دور الاربعة. المواجهتين اللي انت كنت بتقابلهم سواء الدنمارك واللي هو هيلعب على نهائي البطولة اهو، واللي هو بطل كأس العالم اللي فات واللي قبليه، وبطل اولمبياد ريو دي جانيرو، وبطل اوروبا كام مرة على التوالي. فانت ما بتتكلمش عن منتخبات ضعيفة، ده بالنسبة للدنمارك، بتتكلم على السويد وهو صاحب الارض والجمهور وكل حاجة. بس النهاردة انت برضو فريق مش قليل، انت برضو فريق تقيل، انت في عز ما كنت بتلعب الدنمارك على ارضك وما كانش عندك كم المحترفين دول، وكانت الدنيا برضو يعني انت برضو كل ما المحترفين بيكتروا المفروض ان انت الدنيا بتختلف، كل ما اللعيبة كمان اللي هم متوسط الاعمار عندك بينضجوا
او بيكبروا بيبقى عندهم خبرات اكتر، الطبيعي ان اللي بيحصل في المباريات ده ما يحصلش. الطبيعي ان انت كنت مباراه الدنمارك دي كنا كلنا مستنيين انها تكون احسن من نسخه 2021، كلنا كنا مستنيين انها تكون احسن من النسخه دي. فالنهارده ليه وصلنا للمرحله دي؟ ليه المباراه كانت بالشكل ده؟ ليه كنا مستسهلين ان السكور بيعلى واحنا مش مقدرين قيمه الكوره، مش مقدرين قيمه ال ان الكوره اللي هتضيع منك مش هتعوض، خاصه مع فريق زي الدنمارك. انت النهارده في فرق انت تقدر تعوض معاها، يعني على فكره مباراه البحرين ما كانتش كويسه، مباراتنا امام البحرين ما كانتش كويسه وكانت مؤشر غير مطمئن لباقي المباريات اللي بعد كده. ولكن دايما بنقول ايه؟ ان مباراة البحرين ومباريات تانية كتير ممكن لو الدنيا لو حصل غلطة اتنين تلاتة يمكن التعويض، لكن في مباريات زي الدنمارك والسويد وفرنسا واسبانيا لا، الفرق دي ما بتعوضش معاها بسهولة، الفرق دي الدنيا بتبقى مختلفة معاها، الموضوع مش بالسهولة دي. فطب ليه وصلنا نفسنا لانه في مباراة الدنمارك الفرق عليه لسبعة تقريبا، حلي لحد سبعة تقريبا، ده كان أعلى سكور خلال المباراة. ليه وصلنا نفسنا للمرحلة دي؟ ليه؟ احنا قلنا انه الغلطة بفورة، في ماتشات الغلطة فيها بفورة مش زي باقي الماتشات. طيب انت النهاردة في بداية مباراتك أمام الدنمارك وصلت لمرحلة ان انت كانت النتيجة 5-2، السويد دخل بخمس هجمات جاب الخمس هجمات، انت دخلت بخمس هجمات جبت 2، من وقتها حسيت الموضوع صعب. يعني انا بيني وبين نفسي احنا بنحاول طول الوقت ان احنا نحمس الناس ونبقى بندي طاقه ايجابيه وبندعم وكل الكلام ده، واستيل هنفضل ندعم، اصل انت بتتكلم على منتخب محترم، منتخب على مستوى الالعاب الجماعيه هو اكثرهم الانجازا، فانت مش هتقدر، احنا مش طالقين نقطع اطلاقا. ولكن خلاص انت النهارده خمسة، انت جبت كورتين من خمسة وهو جاب خمسة من خمسة، مؤشر غير مطمئن. بيني وبين نفسي كنت حاسة ان الدنيا خلاص الموضوع بعد لان التعويض صعب. طيب حصل، انا قلت انت عشان تخش دور الاربعة ما انت لازم يا هتفوز على الدنمارك يا هتفوز على السويد، خلاص انت قدامك واحدة من الاتنين ما عندكش حل تاني. فحصل المباراة الأولى أمام الدنمارك الدنيا ما كانتش أحسن حاجة، رحت بقى لمباراة السويد واخترت السيناريو الأصعب، لأنه السويد مش أصعب على المستوى الفني. لكن ليه بقول هنا هو السيناريو الأصعب؟ لأنه الأرض والجمهور والحكام حتى لو كانت غلطاتهم مش فادحة، ولكن طبيعي هتلاقي إن الحكم سنة كده مع صاحب الأرض، خاصة لو اديت مساحة، يعني على الاقل بيعمل له حمايه، على الاقل يعني على الاقل خالص. فطبعا ويا سلام لو انت مدي مساحه، سلام لو انت سايب ان الماتش في سكور، يعني في دنيا، انت لو في سكور قوي انت هتلاقي الدنيا بتعلى وخلاص، هو مش فارق معاه ان هو يلعب في نتيجه المباراه. ولكن زي مثلا فرنسا مع السويد امبارح، فرنسا يعني تقريبا كسبت ايه 31-26 يا شباب حاجه كده، فرق خمس اهداف، فرنسا كسبت امبارح فرق خمس اهداف، دول ناس نازلين مفيش بقى، انا هوصل النهائي، يعني هوصل النهائي مش هسيب مساحه للتلاعب، مش هسيب مساحه للتعاطف من قبل الحكام مع اصحاب الارض، مش هسيب المساحه دي، مش هينفع اسيبها. فعشان ما اسيبهاش بعمل ايه؟ لا، انا من اول المباراه ليد على المباراه. فلما احنا اخترنا السويد اخترنا زي ما قلت السيناريو الاصعب، مش عشان الدنمارك اقل فنيا من السويد، لا الدنمارك اقوى بكتير بكتير، مش بحاجه بسيطه، لا الدنمارك اقوى من السويد بكتير. الدنمارك النهارده لو راحت تلعب السويد في مباراه، لو كانت في طريقهم وراحت تلعب السويد في مباراه، الماتش ما يخلص من يعني بجد من 8 ل 10 اهداف، مش هيخلص اقل من كده، بعمل الارض والجمهور وكل حاجه. لكن انا النهارده انا نزلت، لا بعد ما كنت اتعلمت من مباراة الدنمارك اللي انا لا ما سلمش، وان انا مهما النتيجة عليت ما سلمش، وان انا واحدة واحدة وتأنى في الكرات، لان احنا كانت مشكلتنا ابتداء من مباراة البحرين لحد مباراة السويد احنا كانت مشكلتنا في التخليص على الجون،
كانت مشكلتنا في يعني بجد انت السرعه اللي بتخلص بيها هجمتك غير طبيعيه، وكاننا ورانا حاجه. السرعه في تخليص الهجمه باصه اتنين وشوط، ده ما ينفعش. انت بتلعب كاس عالم، انت مش بتلعب بطوله افريقيه، انت بتلعب كاس عالم. الطبيعي ان انا باصه التانيه خلاص، هو الطبيعي كان بتاعنا في المباريات دي الاقي باصه التانيه بالكتير التالته وتلاقي واحد داخل يشوط. طب ليه يا جماعه؟ طب ليه؟ هو احنا مستعجلين على ايه؟ ده انت كوره والتانيه والتالته، وبدل ما تطلع تشوط وحد يوقفك وتبقى مش مواجه للجون، او وضعيتك مش اظبط حاجه شايف بيها او كاشف الجون كله كامل، لا ده انا اختار وضعيه اللي تخليني ابقى كاشف الجون، اللي هي كل ما تقرب، وعلى فكرة ده الهاندبول الحديث، كل ما تقرب أكتر أو يعني تبقى متأكد إن نسبتك في التهديف أو في إحراز الهدف تتعدى 50-60-70%، ده أحسن. كل ما أقرب للجون أكتر النسبة هتزيد، فده أحسن. إحنا كل اللي مش عايزة، مش عارفة أقولها إزاي، كل اللي يحب النبي يشوط من الآخر. يعني أنا كنت عمالة أقول كده بصراحة، إن الموضوع كان عبارة عن بجد كل اللي يحب النبي يشوط، واعذروني يعني، بس هو فعلا الموضوع كان كده. كل اللي عايز يشوط يشوط، لا في تأني، لا في عمل جماعي، لا في اي حاجه. وانا اعذروني يعني، بس زي ما باراندو ليه انجازات كبيره جدا، ولكن انا بعتبره السبب الاول في خساره المنتخب المصري وخروجه من المربع الذهبي، وانه ما بيبقاش موجود في المربع الذهبي، وانه بيبقى بيلعب دلوقتي على السابع والثامن. يعني انا ما بحبش اهاجم حد، ولا بحب سياسه عاش الملك مات الملك، لا خالص. على فكره هو لما جاب بينا سابع عالم اللي فات كنا كلنا بنقول ان باراندو مدرب كويس جدا وعظيم ويستحق انه يكمل تجربته للاخر، وفعلا كمل وجاب بينا رابع اولمبياد، فعلا كمل وجاب بطولتين افريقيتين قبل كاس العالم واحده وبعد كاس العالم واحد على التوالي. ولكن المره دي يؤسفني يعني. أنا بالنسبة لي أنا أحمل المسؤولية كاملة لباراندو. تغييرات مش مظبوطة، توقيتات التايم أوت مش مظبوطة، كل حاجة ما كانتش مظبوطة، كل حاجة حرفيا يعني. الموضوع ما كانش أحسن حاجة، تغييرات بجد. إحنا في وقت من الأوقات انت الطبيعي مثلا حسن قداح ينزل، حسن قداح ما بينزلش. طبيعي دودو ينزل، دودو ما بينزلش. استغربته جدا جدا لما في اخر ماتشين قرر انه يطلع احمد مؤمن صفا بره السكور. ليه احمد مؤمن صفا بره السكور؟ ليه ده؟ عشان ايه يعني انا حتى وقتها قبل مباراه تقريبا السويد او السويد لما قلت انه احمد مؤمن صفا بره السكور، الموضوع ده عليه علامه استفهام، ولكن باراندو ممكن يبقى اقرب للحدث يعني. طب ليه؟ انا فهمتش، هتلاعب مين يعني وينج ليفت؟ يعني مين اللي هتلاعبه وينج ليفت؟ ما هو ما فيش غير حل واحد، انك تلاعب سيف الدرع، طب ما تستفاد بيه في الخط الخلفي. ليه تطلعه بره السكور ليه تطلع احمد مؤمن صفا بره السكور وتنزل سيف وينج ليفت؟ طب ما هو بيلعب خط خلفي، ليه تنزله وينج ليفت؟ ما هو ده الحل الوحيد، هو الوحيد اللي بيلعب في كذا مركز سيف. برضو تفكير غريب جدا ان انا اطلع وينج ليفت في مركز هو ما فيهوش غير اتنين، احمد مؤمن صفا وبكار. هو المركز يعني زي ما بيقولوا عد غنماتك يا جوحه، هما اتنين، احمد مؤمن صفا وبكار، فانت طلعت احمد مؤمن صفا بقى بكار في الوينج ليفت. طب افتراضا في وقت من الاوقات انت حسيت انك محتاج تنزل سيف في الخط الخلفي وبكار مثلا، يعني ايا كان بعد الشر عنه، ومثلا يا سيدي خد كارت احمر، يعني ربنا يبعد عنه اي حاجه تانية، خد كارت احمر مثلا يعني. طب ليه احمد مؤمن صفا بره السكور؟ تفكير عجيب. ناس بنسرح حرفيا انه ينزلهم، بيسرح بينساهم
توقيتات تايم اوت المفروض تتاخد بينسى. حرفيا البطولة دي غير موفقة بالمرة بالنسبة لباراندو، غير موفقة بالمرة. انا دايما بقول على باراندو انه من الناس اللي بجد محاضرة الفيديو اللي بتكون قبل المباراة هي اهم ما يميز باراندو. الراجل بيحفظ الناس شغلها، حفظ كل واحد هيعمل ايه، نقاط الضعف في حراس المرمى، مش كل الكلام ده. النهارده لا، انا مش حاسه حد حافظ دوره، ولا حاسه في عمل جماعي، ولا حاسه باي حاجه. انا شايفه لعيبه نجوم، عناصر فرديه على اعلى مستوى، كويسين جدا، ولكن في انهم بقى يشتغلوا جماعي مع بعض ده في مشكله. ودايما لما تلاقي ان في مشكله في العمل الجماعي يبقى دي مشكله مدرب على طول كده، يعني عشان بس ما نقعدش بقى ايه نجمل الكلام ونتفرج وندور اول ما تلاقي ان عندك فرديات زي الفل تسع لعيبه محترفه كلهم ما شاء الله، كل واحد فيهم يشيل منتخب وما شاء الله على اعلى مستوى، لكن في انهم يترجموا ده العمل الجماعي ده مش موجود، يبقى دي مشكله المدرب. يعني انا ما بحبش كده وما بحبش التقطيع، ومش من سياستي التقطيع، ولا ده اسلوبي، ولا انا بقطع، بس فعلا انا كمتفرجه عاديه مش حتى لعبت هاندبول او عندي خلفيه او كل الكلام ده، لا بجد كمتفرجه عاديه، ده انا لو بتفرج على كاس العالم ده لاول مره احس ان المدرب بيعمل حاجه غلط، حاجات غلط مش حاجه واحده. مشكله كبيره جدا 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 يتحملها، مشاكل يتحملها باراندو من الالف للياء. وبجد بجد بعيدا عن اي حاجه، عندك لعيبه زي الفل، عندك اتحاد وفر لك كل حاجه، وايه ده وافق لك على اوبشن، علشان يعني انا لما كان معايا كابتن ايمن صلاح مداخل اتكلمنا في قصه انه يا كابتن ايمن انت شايف ان مدرب متفرغ احسن ولا مدرب بيتولى مهمه تدريب واحده من الفرق في الدوري الالماني؟ قال لي لا طبعا متفرغ احسن، بس فكره ان انا النهارده امشيه او ان انا استعين بحد غيره وبعد الاولمبياد وانا داخل على بطوله افريقيه ومنها الى كاس عالم هجيب واحد لسه يحفظ المدرسه؟ لا، احنا نشوف الراجل هيوصل معانا لحد فين في كاس العالم والبطوله الافريقيه، بعدها نقعد نتكلم ونخيره. ده كان تفكير الاتحاد بالمناسبه، يعني عمل نتائج كويسه. لو كان عمل نتائج كويسه الله اعلم دلوقتي هيبقى ايه التفكير. يعني انا طبعا ولا اقدر اقول ان هو الراجل ده يكمل ولا ما يكملش ولا لا، يعني مش قصتي وما بتدخلش في القصص دي. انا اقول لك بس، يعني انا اقول لك ايه حال الناس او تفكير الناس. باراندو يشيل المسؤوليه، لكن يكمل او ما يكملش دي مش حتتي، ما يعني ماليش اتكلم فيها ومش عايز اتكلم فيها، مش بتاعتي يعني. لكن حرفيا الاتحاد وفر لك كل حاجه ووافق على اوبشن ان حضرتك تبقى بتدرب فرقه بره وتجينا قبل البطوله ب 10 ايام، لان شافوا ان انت بتعمل حاجه مع المنتخب، حاجه كويس. لكن المره دي كان في انا ما بحبش استخدم اكسبريشنز مش صح، بس يعني كان في نوع من الخروج عن الاطار او المألوف او الطبيعي. يعني انا مش عايزه اقولها الكلمه اللي بتتقال في المواقف اللي زي دي، بس يعني هو خروج عن المألوف والاطار الطبيعي. ان انا يعني واحد زائد واحد بيساوي اتنين، لا هو يقول لك انهم يساوي ثلاثة. طب ليه يا سيدي؟ يعني في حاجات كده بتبقى بديهيه، ده المفروض ينزل، هو قاعد جنبك بيعمل ايه؟ لا هو كويس هو قاعد جنبي كده. يعني حاجات كتيره جدا، برغم ان كان في روتيشنز كتير جدا في الماتشات الاولى، وقلنا ان الروتيشن طبعا هيقل كل ما الماتشات تصعب وكل الكلام ده، ولكن مش لدرجه انه يختفي، مش لدرجه ان الروتيشن يختفي. يقل بس ما يختفيش. يعني انا النهارده حسن قداح قاعد جنبي، النهارده في مباراه السويد نزل عمل فارق، في مباراه المانيا نزل عمل فارق. طب الراجل ده قاعد جنبك بيعمل ايه؟ هي بجد بيعمل ايه؟ ليه ما قعدوا جنبك؟ ليه بجد؟ انا افسر ده انه مثلا استلطافات، يعني باراندو ممكن يبقى بيحب ويكره، الله اعلم،
الله اعلم. بس هو القصه دي لما بتدخل في في العمل العام يعني، والعمل في المنتخبات، وعندما نفتقد الى العدل فده الحل اللي هيبقى موجود. لما ابقى بحب ناس وما بحبش ناس، انت عندك منتخب كله نجوم، كله يلعب كله يلعب كله يلعب عشان كمان ما تحملش على حد زياده، فالحد الزياده ده يقع منك، يقع منك بجد. فالنهارده عندما يعني يغيب العدل عن مؤسسة ما أو عن فريق ما، خلاص يبقى ده الحل اللي هنشوفه. حقيقي كأس العالم ده يتحملوا باراندو من الألف للياء. مش قادرة أحمل اللعيبة، لأن أنا شايفاهم لعيبة على أعلى مستوى، لعيبة هم المستقبل، لعيبة كويسة وزي الفل على المستوى الفردي. إنهم يلضموا مع بعض جماعي ده ما كانش موجود، كنا نفتقد إلى الجماعية. ودي مشكلتها باراندو مش اللعيب. لا كان في روتيشن صح ولا كان في عدل. ولما ما بيبقاش في عدل هيبقى فيه اللي احنا شفناه. طبعا مباراه المانيا حاجه كانت محزنه جدا جدا جدا، بعد ما كنا كسبانين، بعد ما كنا خسرانين فرق سبعه، فرقه رجعت بجد بمجهودهم وبحماسهم، مش بتدخل من باراندو، لان باراندو تاني اللي ضيع المباراه في الاكسترا تايم التاني، في الشوط التاني من الاكسترا تايم، هو برضو اللي ضيع المباراه تاني. ولكن انا شايفه انه اللعيبه دي مجهودها رجعوا من فرق سبعه وثمانيه لتعادل ووصول لوقت اضافي، وفي الوقت الاضافي باراندو زي ما يكون بيعاند نفسه، خسر تاني في الشوط التاني من الوقت الاضافي. انا بالنسبه لي ما بحبش اقطع في حد، وزي ما قلت لما خد سابع عالم المره اللي فاتت، وارد انه ياخد سابع عالم المره دي نسبه كبيره، لما خد سابع عالم المره اللي فاتت كلنا كنا واقفين نقول شابول باراندو. المره دي لا، يعني كلنا شايفين باراندو غلطان، وزي ما قلت غياب العدل، غياب العمل الجماعي اللي هو مسؤوليه باراندو برضو، هو السبب في نتائج منتخبنا الوطني بالتاكيد. يتبقى مباراه على المركز السابع والثامن، كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله. ومش نهاية المشوار، انتوا جيل عظيم، قدامكم مستقبل كبير جدا جدا جدا، وتعملوا نتائج كبيرة جدا، وهتبقوا في الأربعة الكبار سواء على مستوى العالم أو الأولمبياد، وهتفضلوا على صدارة القارة الإفريقية. ولكن السياسة محتاجة تتغير، محتاجين وجود العدل، محتاجين عمل جماعي. ولكن انتوا رجالة وهتفضلوا على دماغنا من فوق، وشرفتونا ورفعتوا راسنا وكل حاجة، ولكن السياسة خلاص محتاجة تتغير، أو الطريقة محتاجة تتغير بالتأكيد. ده كلامنا أو حديثنا عن منتخب اليد. خلينا نشوف التقرير ده عن منتخب اليد ومنه لفاصل، ونرجع نكمل حلقتنا. التي تستضيفها السويد وبولندا بمواجهة قوية ضد منتخب المجر غدا الأحد في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بالمونديال. وخسر الفراعنة من ألمانيا بنتيجة 35-34 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في مواجهة ماراثونية قدم فيها أبناء المحروسة مستوى مميز، وكانوا ندا قويا للماكينات الألمانية، ولكن التوفيق لم يكن حليف منتخب مصر وسط تألق كبير للحارس الألماني أندرياس فولف. ويسعى منتخب مصر للحصول على المركز السابع في بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخ الفراعنة، بعدما أكد أبناء النيل أنهم من القوى العظمى لكرة اليد بالتواجد ضمن الثمانية الكبار للمرة السابعة في تاريخ كرة اليد المصرية. وكانت آخر مواجهة جمعت منتخب اليد أمام نظيره المجري في بطولة العالم 2019، والتي أقيمت في ألمانيا والدنمارك، وانتهت بالتعادل بنتيجة 30-30 في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتمكن الفراعنة من التأهل للدور الرئيسي، وأنهوا المونديال في المركز الثامن بعد غياب 18 عاماً عن التواجد بين الثمانية الكبار. وكان منتخب مصر قريب من الصعود للمربع الذهبي في النسخة الحالية من بطولة العالم.
ولكن طموحات أبناء النيل اصطدمت بالمنتخب الدنماركي بطل العالم في آخر نسختين قبل أن يواجه الفراعنة منتخب السويد وصيف النسخة الماضية وصاحب الأرض والجمهور في ربع النهائي. وقدم رجال يد الفراعنة مستوى مميز في بطولة العالم، حيث حقق منتخب مصر الفوز في أول 5 مباريات على التوالي في الدورين التمهيدي والرئيسي للمونديال، والذي شهد تألقاً كبيراً لعدد من نجوم الفراعنة، على رأسهم يحيى الدرع هداف المنتخب في النسخة الحالية برصيد 34 هدفاً، وأحمد هشام دودو وحسن قداح ومحسن رمضان وحارسي المرمى كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد وباقي كتيبة أولاد المحروسة. وتمكن منتخب مصر من تسجيل 236 هدفاً من 370 تسديدة خلال 8 مباريات التي خاضها في بطولة العالم حتى الآن، بينما استقبلت شباك منتخب مصر 198 هدف في المونديال. ورغم ضياع حلم المنافسة على ميدالية في النسخة الحالية من بطولة العالم، إلى أن منتخب مصر يسعى لختام مميز. بداية أخبارنا من عند الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة طبعا كابتن شريف الشمرلي اللي رجع للتدريبات النهاردة، وده بعد الراحة السلبية اللي أخدها الفريق امبارح. الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة بعد فوزهم على سموحة أول امبارح في الجولة 5 من مرحلة طبعا نص النهائي، وفازوا بنتيجة 3-2. الفريق اتدرب النهاردة على صالة النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربع اللي جاي بإذن الله بالجولة 6. طبعا زي ما عارفين فريقنا حقق الفوز في المباريات 5 اللي فاتت وضمن التأهل لمرحلة النهائي والمنافسة على الاحتفاظ باللقب. كل التوفيق ليهم طبعا في كل ما هو قادم بإذن الله. بعد ما خلصت أخبار الكرة الطايرة خلينا نروح لأخبار كرة اليد. ودي يحيى عملها يسيبها الحسن وليد بعد جديد الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. ودي يحيى هذه لعبه حلوه قوي شادي على الدايره ولكن ده عادل كريم الداوي في التميز ناوي نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك واللي هيرجع التدريبات بكرة بإذن الله بعد الراحة اللي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة استعدادا طبعا للمرحلة الثانية من دوري المحترفين. كمان الأرجنتيني جيمس باركر هيوصل القاهرة يوم الاثنين اللي جاي للانضمام لتدريبات الفريق بعد المشاركة مع منتخب بلاده طبعا في بطولة العالم. فريق كوماندوز الزمالك إن شاء الله هيبدأ المرحلة الثانية من الدوري بمواجهة طلائع الجيش يوم 9 فبراير اللي جاي بإذن الله. كمان نجم وقائد الفريق أحمد الأحمر احتفل امبارح بعيد ميلاده، كل سنة وانت طيب بالتأكيد يا أسطورة. أهلا
في قصة الزمالك وشعاره هناك قوس وفارس وسهم، وفي لون هوية الزمالك تيشيرت أبيض بخطين حمر أحمد الأحمر. أحمد الأحمر واختراقه، وادي هدف جميل، تسلم إيدك حبيبي أحمد، يا سلام عليك يا نجم كبير. صعبة ولكن الصعب سهل عليك، لسه بقول حبيبي أحمر، قوية صحيحة، طلقة طلقة نارية طلعت من إيده، يعني اخترقت الشباك الأهلاوية على يمين التيار علشان يتعادل في لقاء قوي وجميل من جانب النجم الكبير أحمد الأحمر، نجم نجوم نادي الزمالك ونجم المنتخب المصري. لسه مكملين مع فريق اليد اللي تلقى خطاب من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباراة الفريق مع الزهور في دور الـ16 من كأس مصر واللي كان مقرر ليها يوم 5 فبراير اللي جاي. لجنة المسابقات قررت تأجيل المباراة ليوم 12 فبراير بدلا من 5 من الشهر نفسه بسبب مشاركة لعيبة الفريق مع المنتخب في بطولة العالم في بولندا والسويد. أما عن فريق سيدات اليد بنادي الزمالك، حقق الفوز على الطيران بنتيجة 21-20 في المباراة اللي اتلعبت من شوية على صالة الطيران أو على ملعب الطيران ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري. المرحلة الثانية بتضم 8 فرق وهي الزمالك والأهلي وسموحة والطيران والمعادي وسبورتنج والجزيرة والشمس، وهيتأهل أول 4 فرق للعب دورة مجمعة لتحديد بطل الدوري. كاميرا برنامج ملوك الصلاة كانت في مباراة اليد امبارح مع طبعا سموحة واللي انتهت بالتعادل. خلينا نشوف اللقاءات ونرجع نكمل أخبار. هي دي كرة اليد، كرة اليد دايما رايح جاي رايح جاي، توفيق او لا توفيق، لعيبة بتسمع الكلام بتخلص، بس انت لما تاخد بالك ان احنا في اخر ربع ساعة احنا لعبنا عدد كبير جدا من الدقيقتين ناقصين، لعبنا 4 لعيبة، لعبنا 5 لعيبة، كان كل التايم اللي في اخر 10 دقايق كلنا بنلعب 4 لعيبة. انا مش هقول يعني سوري، مش بجيب لوم على حكام لان ده وضع طبيعي، يعني ما فيش فيه مشكلة في الهاندبول، بس زي ما كان بيحسب عليا كان يحسب عليه هو كمان، ما اعرفش الاتجاه، مش هقول ان الاتجاه كان واحد، ولكن برضه مش هجيب اللوم كان اللوم كله على لعبتنا، وقدر الله ما شاء فعل. التعادل كويس مش وحش، احنا كنا طول الماتش كنا ماشيين كويس جدا، بس هو حصل دروب بسيط كده في الشوط الثاني في اخر 6 دقائق، بس احنا كده لسه في بدايه المشوار يعني، وان شاء الله اللي جاي هنكسب يعني ان شاء الله. كابتن بقى بيتكلم معاكم ازاي بعد الماتشات اللي زي ديت؟ بيتكلم معاكم بيقول لكم ان خلاص ماتش وعدى، سواء كسبنا او خسرنا المهم ان احنا نركز في الماتش اللي بعده يعني، وان الفرقه البطل بتفضل مكمله، ما ينفعش نكسب ماتش ونخسر ماتش، نخسر يعني ما ينفعش، لازم نكمل بنفس الاداء. كان ماتش في ايدينا، كان يعني الحمد لله يعني نصيب، ان شاء الله الماتشات الجايه لازم نركز اكتر من كده، ولازم نخلص الماتش بدري عن كده يعني. الشوط الاول كنا متعادلين، الشوط الثاني حصل كم دروب كده، بس الحمد لله يعني ان شاء الله نركز في الجايه. ايه بقى كابتن بتساعد ازاي عندكم من الماتش الجاي؟ عندنا بكره ان شاء الله نادي الطيران في الطيران، ماتش مهم طبعا، كل ماتش في الدور ده مهم لان دور الثمانية احنا ان شاء الله طمعانين نطلع اول بكتير قوي تاني يعني، عشان نطلع في الاربعة الكبار نأدي يعني ونلعب على الدوري ان شاء الله. الحمد لله كده كده احنا كنا كسبانين الشوط الاولاني فرق 5 او فرق 4 تقريبا، بس حصل كام ظرف في الماتش كده، احنا برضو الحاجات دي بتعلمنا للي جاي ان شاء الله. بشكر زميلي طبعا المتألق مراد أبو جلال على التقرير المحترم ده، وكل التوفيق ليهم في كل ما هو مقبل بالتأكيد. بعد ما خلصت أخبار كرة اليد خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة السلة. أما عن الجهاز الفني الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد مرعي، فمنح اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة بعد الفوز اللي حققه الفريق امبارح على الجزيرة في دوري السوبر بنتيجة 73-68. الفريق هيرجع للتدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا لمواجهة طلائع الجيش واللي هتكون يوم الاثنين على صالة النادي. الزمالك كان لعب لحد دلوقتي 9 مباريات في الدوري، فاز في 7 ماتشات وخسر في
ماتشين هما الاتحاد طبعا السكندري والنادي الاهلي. كاميرا قناه الزمالك ايضا كانت موجوده في مباراه الفريق امام نادي الجزيره واجرت عدد من اللقاءات. خلينا نشوفها ونرجع نكمل حلقتنا. الحمد لله هو ماتش طبعا فريق الجزيره فريق محترم فريق كبير، واحنا زي ما قلنا قبل كده كل الفرق بنعمل لهم احترام وبنعمل حساب لكل فريق. الحمد لله النهارده الفريق اعتقد في الناحيه الدفاعيه يمكن اكتر، يمكن الستارت بتاعنا ما كانش كويس قوي، لكن بعد كده هي الباسكت احنا عارفين يعني الموضوع مش كوارتر ولا دقيقتين او ثلاثه، لا هو جيم كامل يعني. الحمد لله النهارده اطمئننا من الناحيه الدفاعيه، كل الفريق اعتقد يمكن 11 لعيب بيشاركوا النهارده، دي حاجه كويسه قوي، ده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ان احنا بنعمل فريق مش لعيب، يعني ما بنعتمدش على لعيب معين. النهارده ما تقدرش تقول مين كويس، يعني كل اللعيبه كويسين، كلهم ساهموا في الاوقات كمان الصعبه، يعني يمكن الاولاد اللي هم صغيرين سن يمكن مع المحترف، طبعا المحترف ده طبيعي ان هو يعمل كده في اخر الجيم، لكن اللعيبه اللي هي سنها صغير او خبرتها اقل انها تحسم مباراه في الاخر دي حاجه مهمه قوي وكنا بنشتغل عليها، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. احنا دلوقتي بنعمل لعيبه النادي الزمالك يمكن متواصلين مع اغلبيه انديه مصر، بنعمل قاعده للعيبه الناشئين اللي هنمدي بيها الفريق الاول، وزي ما انت شفت اللعيبه الصغيره هيكون لها دور كبير في الفريق باذن الله. هو الحمد لله احنا كسبناهم في الدور الاول والدور الثاني الحمد لله عملنا اللي علينا وكسبنا الحمد لله. كل ماتش زي بعضها، مش تفرق ماتش جامد او ماتش قوي، المهم احنا كل ماتش نخشه لازم نكسبه ان شاء الله. ناويين على ايه السنه دي يا كابتن؟ لا ان شاء الله احنا الزمالك في اي حاجه بنخشها احنا عايزين نكسبها، ان شاء الله نكسب دوري نكسب كاس، يعني احنا داخلين كل سيزون احنا ناويين ان احنا نكسب بطولات، لازم نبقى عايزين على طول على البطوله. منا كابتن مودي عم محترف الجديد بقى اخباره ايه؟ لا هو لعيب كبير طبعا، يعني اوجي مايو لعب في ام بي اي، لعب في اليورو ليج، لعب في دوريات قويه جدا يعني، فعنده مش محتاج حد يتكلم عليه يعني، محترف جامد قوي والحمد لله هو بينسجم معانا الحمد لله شغالين كويس. I had a struggle night shooting but my teammates Kizu, Moody, everybody they play very well and help pick me up and I'm happy we were able to get the win. كان متعطل شويه في الشوط، كان بيضيع كتير وكده، بس مع زملائه كلهم يعني الحمد لله عرفنا نساعده يعني ان هو يطلع بافضل شكل يعني. النهارده يمكن النهارده كان ليه فضل النهارده ان هو يقدر يرجح كفه الزمالك في الفوز النهارده بالكره الاخيره اللي جت. Yes, I missed a lot of tough ones but I was happy I was able to make the shots at the end to help get us the win. لكن هو ضيع شوطات صعبه برده، بس هو يعني كان محظوظ ان هو جاب اخر واحده اهم واحده. كابتن طموحه ورسالته لجمهور الزمالك. We will keep fighting, we will continue to get better and and by time we have playoffs and championship rounds we will be at top health and top ability to go and win a championship. بيقول ان احنا بناخد كل ماتش بماتش ومركزين في كل الماتشات، عايزين حاطين يعني تارجت ان احنا على البلاي اوفز في اخر السيزون، والماتشات المهمه ان احنا نبقى اعلى يعني اعلى وضع عندنا. كذا لقطة في التقرير عجباني جدا، بشكر طبعا أيضا زميلي مراد أبو جلال، ولكن آخر لقطة احنا راجعين كابتن ياسر عبد الوهاب بيكاتشن على الخط وكابتن مرعي قاعد ومعندوش أي مشكلة، هي دي الروح الحلوة أو التعاون، أو لما يكون المدير الفني واثق في نفسه وعارف نفسه كويس قوي هو إيه، فبيكون فاهم برضو يعني إيه فكرة جهاز معاون، ناس كلها بتتكلم والناس كلها في تعاون بينهم وبين بعض، لان فكره الوان مان شو دي هي مش صح. فالنهارده وعين واحده مش زي عينين، مش زي تلات عيون، يعني يبقى كذا مدير فني قاعد وبيتفرغ، غير محلل الاداء، غير المدرب، غير المدرب العام، غير المدير الفني، كل الناس بتعاون بعض. ولكن لو انت المدير الفني ما عندوش ثقه في نفسه وعارف امكانيات نفسه كويس قوي ومقدر نفسه كويس قوي وفاهم يعني ايه الجهاز المعاون، زي واحد زي بروفيشنال زي كابتن مرعي، مش هتشوف الـ الاجواء دي يعني. فطبعا دي لفته طيبه جدا جدا ومحترمه جدا، وتقول ان ده جهاز معاون محترم يعني، ناس بروفيشنال كلهم يعني، وعلى قيادتهم طبعا او على راسهم كابتن مرعي.
كمان انا بشكر مودي بجد جدا، مودي ياسر عبد الوهاب، لانه طول الوقت هو بيترجم مع المحترفين وروحه جميله جدا، واحد من نجوم الفرقه على فكره. هو يعني هو بيبقى مخلص المباراه وتعبان ومجهد جدا، ولكن انا بشكره على اخلاقه وعلى كرم اخلاقه، انه طول الوقت بيبقى بيعمل ده بالتعاون، يعني حاجه جميله جدا، شخص متعاون ومتربي كده، وحاجه عظيمه جدا. انا بشكره وبشكره على ادائه مع الفريق بالتاكيد، وكل التوفيق ليهم في كل ما هو مقبل ان شاء الله. بعد ما خلصت اخبار الزمالك خلينا نروح لاهم اخبار بطوله العالم لكره اليد 2023 بتنظيم مشترك طبعا بين السويد وبولندا. خاض منتخبنا طبعا منتخبنا الوطني لكرة اليد ميرانو الأخير النهاردة السبت استعدادا لمواجهة المجر بكرة لتحديد المركزين السابع والثامن في بطولة العالم واللي بتستضيفها بولندا والمجر، وهتختتم منافستها بكرة بإذن الله. الإسباني روبرتو غارسيا باراندو عمل محاضرة فيديو مع اللعيبة، اتفرجوا على مباراة المجر أمام النرويج اللي اتلعبت امبارح علشان يحددوا أكتر نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. وتدريبات المنتخب ركز خلالها الجهاز الفني على طريقة إنهاء الهجمات، واللي كانت للأسف أكبر مشكلة في بتواجه المنتخب خلال البطولة بالتأكيد. أما عن الاتحاد المصري لكرة اليد فاستقر على عدم تجديد عقد الإسباني روبرتو غارسيا باراندو المدير الفني لمنتخب اليد بعد نهاية مشوار المنتخب في بطولة العالم أمام المجر بكرة في مباراة تحديد صاحب المركز السابع والثامن. مصادرنا في اتحاد اليد أكدت أنه تم الاستقرار على عدم تجديد عقد المدرب الإسباني، وأن بطولة العالم هتكون نهاية مشوار باراندو مع منتخب الفراعنة بعد فشل المدرب الإسباني في قيادة المنتخب للمربع الذهبي، بالإضافة لعدم تركيز باراندو مع المنتخب خلال الفترة اللي فاتت بسبب طبعا قيامه بتدريب أحد الأندية في الدوري الألماني. كمان اتحاد كرة اليد هيبدأ رحلة البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة منتخب مصر، وأنه يكون صاحب سيرة ذاتية كبيرة وحقق إنجازات مع المنتخبات، بالإضافة لتفرغه للعمل مع المنتخب. أما عن منتخب الدنمارك هيلعب بكرة مع منتخب فرنسا في نهاية بطولة العالم لكرة اليد واللي بتتلعب في بولندا والسويد. المباراة هتتلعب الساعة 10 بتوقيت القاهرة على صالة تيلي أرينا 2. فالسويد ده منتخب الدنمارك حامل اللقب، في آخر نسختين تأهل للنهائي بعد فوزه على إسبانيا على السويد على إسبانيا بنتيجة 26-23 في نص النهائي. أما منتخب فرنسا بطل الأولمبياد فصعد بعد الفوز على منتخب السويد حامل اللقب بنتيجة 31-26. برضو خلينا نروح لبطولة، نسيب بقى بطولة العالم ونروح لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه واللي بتستضيفها مصر حاليا واللي بدأت امبارح وهتنتهي بكرة ان شاء الله، وشهدت تألق كبير للاعبين المصريين المشاركين في البطولة وتأهل عدد كبير منهم للنهائيات اللي هتتلعب بكرة في ختام البطولة. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان افتتح البطولة امبارح بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والسفير الياباني بمصر وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية. كاميرا قناة الزمالك كانت موجودة في حفل الافتتاح وأجرت لقاء مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. خلينا نشوف قال إيه ونرجع نكمل حلقتنا.
طبعا احنا بيسعدنا وجودنا النهارده كلنا اكمالا لاستضافه مصر للاحداث الدوليه. احنا في الاربع سنين دول بدعم ورعايه كامله من القياده السياسيه والحكومه المصريه ان احنا نستضيف الحقيقه وناخد ثقه من الاتحادات الدوليه ان يجوا رؤساء واعضاء مجالس اداره الاتحادات ان هم يعملوا فوتنج او تصويت على ان البطولات تكون في مصر. الحقيقه النهارده مع مجلس الاداره ورئيس اداره مجلس اداره الاتحاد الدولي للكاراتيه وايضا يعني السفاره اليابانيه يسعدنا ان مصر بتستضيف البريمير ليج واحد من اكبر بطولات العالم في الكاراتيه وهو الدوري العالمي. وده كان ليه مؤشرات وكرايتيريا كبيره جدا عشان يسمحوا لدوله او دول غير الدول الاوروبيه ان هي تستضيف. الحقيقه مع المنشآت الكبيره اللي موجوده مع بلد المليون لاعب متسجل في الاتحاد المصري للكاراتيه وده من اكثر الاتحادات على مستوى العالم اللي مسجل فيه هذا الرقم كلاعب بيدخل منافسات غير الممارسين. يعني ده شيء مهم جدا ومتابعه كمان يعني الاعلام بصفه عامه على متابعه هذه الاحداث ده شيء مهم جدا لان دايما بنقول الرساله بتاعتي الرياضه المصريه مش كوره وبس. احنا عندنا مشروعاتنا القوميه الكبيره بنهتم بالالعاب الفرديه اللي اصبحت يعني مفيش مسمى موازي تاني ان العاب شهيده خالص. الكوره انا عارف بتهتم وبنهتم بيها كلنا علشان كده الجماهير المصريه سواء للانديه المختلفه وانا شايف الاهلي والزمالك موجود في اللقاء يعني يا رب يكون الجماهير زي ما انا شايف يعني الكاميرات موجوده. احنا عارفين ان كل جمهور بيحب النادي بتاعه وده طبيعي طول عمر يعني الكوره في مصر يعني دي قوتها وده الفليفر او طعمها. لكن طبعا بنقول يعني من غير تعصب ودايما مفيش جماهير بتقبل ان النادي بتاعها يعني يحصل حاجه لكن كل ما كان يعني ادارات الانديه تقدر تستوعب وتقدر تدير وتقدر تواجه مشاكلها كل ما بيقلل المشكلات بصفه عامه. فاحنا ان شاء الله كل الازمات اللي في الكوره هي مش ازمه وزاره بتدير هي ازمه موضوع لكن احنا ورا من يدير ان احنا نحل كل هذه الازمات. كمان كان لينا لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي للكاراتيه وعدد من اللاعبين خلينا نشوفها ونرجع نكمل حلقتنا. مبروك لمصر إقامة الحدث الكبير ده الدوري العالمي البريمير ليج ويمكن ده تاني مرة يقام بريمير ليج في مصر. يقيم في 2022 الدوري العالمي البريمير ليج في شهر 9 طبعا نجاح كبير جدا أشاد به رئيس الاتحاد الدولي وكل الوفود اللي كانت موجودة بنجاحه وقوة تنظيمه لأن ما لقوش أحسن من كده تنظيم فعلا واستضافة ونجحت البطولة نجاح باهر فأسند لنا بطولة سيريا سي دوري عالمي أقل منه شوية وبرضه نجح في مصر الحمد لله وكنا واخدين فيه مركز أول في الاثنين. المرة دي الدوري العالمي في 2023 وعدنا الاتحاد الدولي إنه يعمله عندنا. البريمير ليج الفرق بينه وبين السيريا سي إن البريمير ليج ده عبارة عن تصنيف أعلى 32 لاعب في كل ميزان على مستوى العالم. تنظيم يعني نشكر مصر نشكر الوزير المصري سيد أشرف صبحي ونشكر رئيس الاتحاد المصري سيد الدهراوي وسيد ناصر عضو الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الافريقي نائب رئيس الاتحاد الافريقي نشكرهم على كل هذه المجهودات وهذا الانجاز هذا انجاز كبير جدا وهذا انجاز يعني على المستوى الدولي يعني لا كلام فيه ولا يعني انتقاد يعني مستوى جد عالي ومستوى عالمي. الحقيقة المستويات اللي مشاركة هنا رائعة جدا ومن أفضل المستويات اللي رأيتها. التنظيم أكثر من رائع، الصالة الجميلة والرائعة، السكن للوفود الفنادق وكله على مستوى عالي جدا. مصر فعلا بتشارك 50 لاعب ولاعبة وده الحدث الأكبر وده يعتبر الدوري العالمي اللي هو البريمير ليج ده استعداد لبطولة العالم وده بيبقى عبارة عن رانك للاعبين تأهيل لبطولة العالم. هي البطولة أول يومين في تصفيات وآخر يوم بيبقى عبارة عن الفاينل والميداليات توزيع الميداليات يعني.
حازم احمد مع حزام اسود في الكاراتيه. بريمير ليج دي من اهم البطولات اللي بتلعب في السنه، لانك بترتيب العالمي وكده بتساعد قوي في الترتيب. وبطوله السنه دي مهمه قوي، انا جبت اول عالم شباب واول افريقيا واول عرب، والحمد لله ان شاء الله يعني البطوله دي هلعب بكره، وادعوا لي بقى ان شاء الله. بطوله بريمير ليج من اهم البطولات عندنا، لان هي بتعمل منها حوالي 5 بطولات في السنه، تبقى بطولات تصنيفيه اكتر، ان اللاعب ياخد منها نقط، وبعد كده مشاركات بطوله العالم وبطولات افريقيا بتبقى على اساس الرانك ده، فبتبقى مهمه البطوله دي للعيبه من ان هو ياخد منها نقط تاهله للبطولات اللي هي بطوله العالم وبطولات افريقيا. طبعا بطوله قويه من اقوى البطولات اللي هي بتمر بالسنه كامله، طبعا هي زي سلسله، كل سنه بتكون 3-4 بطولات فيها، طبعا من اقوى البطولات هي. واستعداداتنا قبل البطوله كانت الحمد لله منيحه، كنا طالعين من سنة قديمة والحمد لله حققت فيها ميدالية ذهبية عالم، واخذنا هيك الحمد لله زي دعم نفسي وهاد، وبرضه كمان مصر كنا بنحب نيجي عليها لأنها بلدنا الثانية. بشكر زميلتي نسمة الجمل المتألقة على التقرير المحترم ده. كده خلصت أخبارنا، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل دكتور طارق لطفي وحديث مطول عن كل ما دار في كأس العالم أو بطولة العالم 2023 بالنسبة لمنتخبنا الوطني، واللي عنده مباراة أخيرة بكرة بإذن الله، ولكن حديث مطول عن مباراة المجموعات ومباراة الدور الرئيسي ودور الثمانية، كل ده مع دكتور طارق لطفي، ولكن بعد الفاصل استنونا. لسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة مع حضراتكم، ومنورني ومشرفني عشان نتكلم عن كأس العالم 2023 ومستوى منتخبنا الوطني خلال البطولة بالتأكيد، وحديث مطول عن البطولة مع دكتور طارق لطفي اللي بتشرف دايما بوجوده معايا. منور الدنيا يا دكتور. أنا اللي متشرف وبتشرف دايما بوجودي معاك يا نيرة. أشكرك. ودايما الحلقات اللي بتبقى معاك هي بتبقى حلقات متميزة يعني. أشكرك، ده عشان حضرتك موجود والله. الله يخليك، ربنا يخليك يا دكتور. خلينا، عايز تبدا بالماتش ايه؟ بحرين مثلا؟ يعني بحس ان ده كان بدايه ظهور المشاكل، ظهور نقاط الضعف في المنتخب الوطني، اللي هي انا بشوف انه مش يعني هي مسؤوليتها ما بتتمثلش في اللعيبه قد ما بتتمثل في الجهاز الفني او في المدير الفني. عندي كلام كتير قوي. شوف، عايز تبدا من مباراه البحرين. وفي الحلقه اللي فاتت حقيقه احنا اتعلمنا ان هو لا لوم ولا عتاب الا بعد انقضاء البطوله عادي. صحيح. حقيقه انا بشكر جدا 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 اللاعبين الموجودين، لاعبي منتخب مصر. صحيح. عملوا اللي عليهم، بشكر الروح الحماسيه والروح القتاليه. امبارح في لقطه بعد المباراه يحيى الدرع وعلي زين حقيقه باين عليهم مدى التاثر الشديد. أكيد. جدا أكيد. ده ان ده اللي بيدل على الانتماء الشديد جدا، وان هم حاسين بخيبه امل. خلينا نرجع بس بالتاريخ كده نيره شويه لورا. وامتى كان منتخب مصر بيتاهل او بيسمح ليه للتاهل للثمانيه اللي فوق، او ان احنا نطلع الثمانيه اللي فوق؟ حقيقه النسخه لو احنا كاس العالم اللي كان النسخه مع الكابتن مروان رجب في قطر. كان نظام البطوله ما بيسمحش غير بطلوع اول مجموعه فقط. رغم ان في الوقت ده كنا بنمتلك عناصر قويه جدا في المنتخب. صحيح. وبعدين انا شايف من وجهه نظري ان المؤسس الحقيقي لمنتخب مصر الحديث اللي هو بيلعب دلوقتي هو المدرب بتاع النادي الاهلي اللي موجود
ديفيد ديفيز. ديفيد. أعتقد ديفيد هو صاحب البصمة الأولى في المستوى أو تحسن مستوى يحيى الدرع، تحسن مستوى سيف الدرع، حط منتخب مصر على أول خريطة اللعب بالطريقة الأسبانية. صحيح. وإحنا لما جينا فكرنا في وقت من الأوقات إن إحنا نجيب بديل لديفيز كنا محتارين جدا في مصر، والاتحاد المصري كان محتار جدا يجيب مين، فقالوا هيجيبوا المواطن بتاعه وهو أقل منه شوية لو حضرتك تفتكري. فأنا شايف إن ديفيد هو صاحب البصمة الأولى لوضع منتخب مصر وقتها. لو تفتكر على ما أتذكر يعني إن ديفيد ما كملش معنا لأنه جاله نادي يدرب. ما هو ده اللي أنا عايز أقوله، منتخب مصر يعني ده يحيى وعلي والناس دي هي اللي بتسطر التاريخ، بتسطر التاريخ المدربين الأجانب اللي بيجوا يشتغلوا معنا. حقيقة ديفيد كان راجل كويس جدا، بس ديفيد انتقل من مستوى إلى مستوى تاني بعد وجوده مع منتخب مصر. باروندو ما راحش ألمانيا غير وهو مع منتخب مصر. حقيقة التاريخ بيتسطر للمدربين من منتخب الفراعنة. صحيح. احنا لدينا جيل قوي جدا، لدينا عناصر لم يسبق لها ان هي ما كانتش موجودة بالكم او الكيف ده قبل كده في منتخب مصر. صحيح. غير الجيل اللي حصل على رابع عالم قبل كده، احنا الاول مرة يبقى عندنا جيل موازي للجيل اللي حصل على رابع عالم. لكن انا شايف ان احنا حقيقة عندنا خيبة امل كبيرة جدا، وخصوصا ان احنا فرطنا بايدينا، مش اللعيبة، حقيقة المدرب زي ما انت قلتي في البرومو هو يشيل المسؤولية الأولى. أنا مستغرب جدا نيرة إن أنا الفريق يعمل رجوع في المباراة في ماتش ألمانيا، وإن إحنا يبقى فاضل حوالي 40 ثانية والكرة مع منتخب مصر، والمدرب ما بياخدش تايم أوت مثلا عشان يقول للعيبة تعمل إيه في آخر 40 ثانية، تخلي المنتخب يلعب في مركز من 5-8. فحقيقة لا، أنا شايف وعندنا كلام كتير جدا أنا هقوله يا كابتن. ده في اخر كوره، في اخر كوره احنا خسرانين واحد وباقي 10 ثواني لا اكتر من 10 ثواني، والكوره مع المانيا، ووقتها حتى كابتن خالد خيري بيعلق على المباراه قال دلوقتي اكيد بقى هنطلع تايم اوت. اكرم راح لباراندو قال له نطلع تايم، يعني نطلع هنطلع مش تايم اوت، بعتذر، نطلع مان تو مان. صحيح. قال له فأكرم أنا شايفاه رايح مقرب على الخط كده بيشاور لباراندو إنه نطلع مان تو مان، ما طلعش. حقيقة الطبيعي في كرة زي دي يا كابتن ومشان اللي هقول لحضرتك اللي تقول لنا إن الطبيعي باقي 10-15 ثانية ومش فارق 2 ولا 3 لألمانيا، ده هو فارق 1، الطبيعي إن احنا هنطلع مان تو مان عشان لو عرفت أقطع الكرة وتعادل يبقى تمام. حقيقة هو ليه العند يعني؟ هو أولا هي بداية من عدم وجود أحمد الأحمر مع المنتخب خلال هذه الفترة. دي كانت علامة استفهام كبيرة جدا، وليه المدرب ما أصرش على أنه ياخد أحمد حتى تكريما ليه كآخر بطولة عالم أن أحمد يلعب. وجود أحمد مش في الملعب كلاعب، وجوده قائد للمنتخب، ودي اللي احنا افتقدناها شوية أو باينة جدا للمتابعين لكرة اليد، وجود القائد خارج الملعب دي ما كانتش موجودة. 2، عدم وجود مساعد مصري. يعني هل مثلا مصر ما لا تمتلك مدرب وطني يقدر ان هو يبقى موجود كمساعد يقدر يقوم بدور المدرب العام؟ الراجل ما بيحبش حد معاه يعني، ما هو ده عيب قاتل كذا حد، وغالبا ما بيحبش حد معاه. ما ينيره دي عيب كبير جدا ان الراجل ما بيسمحش لاي حد يتدخل او يتكلم. ما هو برضو الاتحاد له خالص الشكر والتقدير ان هو وفر كل حاجه للراجل ده. صحيح. سواء بعدم التدخل في تشكيلات او في وجود مدرب. حقيقه النهارده الراجل اللي قاعد معاه المواطن بتاعه كمدرب عام ما قالش كلمه. انا مش حاسه بدوره اصلا. ما قالش لسه كلمة. كنت هقول لك اوسكار ده باروندو اوسكار الحقيقه ان انا كنت بشوفه وباروندو مسافر هو بيجي يتفرج على ماتشات الدوري. يعني انا ما عرفتوش غير وهو بيتفرج على ماتشات الدوري. حقيقي انا ما عرفتوش مع باروندو او ما حسيتش بيه ابدا مع باروندو، وما فيش حد بيشتغل مع باروندو بياخد مساحه، مع ان يعني اول عن اخر باروندو هو مثلا ممكن يبقى بينه وبين احمد الاحمر 2-3 على فكره كسن، يعني هم جيل واحد يعني بينه وبينه 2 يعني مش اللي هو
يعني اللي قده لسه بيلعب يعني مظبوط. يعني مش اللي هو عنده الخبرات الرهيبه اللي هو مستغني عن خبرات الناس. وحقيقه احنا عندنا من المصريين اخذوا بطولات عالم يعني معلش يعني هو باروندو لغايه دلوقتي كابتن مجدي ابو المجد طبعا يعني في ناس طارق محروس في ناس اخذوا بطولات عالم واخذوا ترتيب احسن من باروندو بكتير وهم مدربين وطنيين كابتن جمال شمس الله يرحمه وكابتن ده وطني اسطوره ده الله يرحمه بالظبط الله يرحمه هو علم اجيال بعدي واخد بطولة عالم وهو مواطن طبعا يعني انا مصر. بكلمك عن الحالي يعني حقيقة احنا نيارة انا لازم اقول ان احنا او انا كواحد من اسرة كرة اليد مش بننتقد بالعكس احنا قلبنا على كرة اليد احنا صحيح. بقالنا وقت كبير جدا من بعد باول تيدمان لما كان موجود وباول تيدمان كان راجل متفرغ وكان موجود في مصر وكان ليه بصمة في تغيير نظام المسابقات بما يتماشى مع نظام كرة اليد الحديث حقيقة النهاردة احنا عندنا كرة اليد في الأونة الأخيرة خصوصا بطولة العالم وانا قلت دي نسخة استثنائية وهي باينة جدا انها نسخة استثنائية في حراسة المرمى حقيقة ان احنا النهاردة حراسة المرمى كلمة السر وبعد كده يعني قبل كده كنا بنقول في كاس العالم اللي قبل كده حارس مرمى فريق او اتنين النهاردة الظاهرة لا مش حارس مرمى واحد لا ده ست سبع فرق او ثمان فرق اسبانيا السويد فرنسا النرويج الدنمارك كلهم تبقى من الظاهره يبقى في علم وفي دراسه وطبعا منتخبنا الوطني بالتاكيد علم ودراسه احنا لازم نقول احنا فين او احنا هنشتغل ازاي خلال الفتره اللي جايه الفتره اللي جايه احنا محتاجين تغيير الفكر شويه لان النهارده بطولات العالم بقت تمتاز بالسرعه والقوه جامده جدا وضغط المنافسات زي ما احنا شايفين احنا ولادنا المحترفين بيبقوا تحت الضغط ده طب اللي هم المحليين اللي لسه ما عندهمش يعني فرصة الاحتراف حقيقة لازم نظام الدوري المصري يتغير شوية بما يتماشى زي ما احنا كنا كل فترة كل خمس ست سنين بنغير من نظام المسابقات بما يتماشى مع النظام العالمي احنا كرة اليد النهاردة لازم بتبقى تحت ضغط منافس جامد جدا احنا في عشر ايام لاعبين ست سبع مباريات صحيح فلازم الدوري المصري يبقى بهذا الشكل او بهذا الكم بهذه القوة علشان اللاعب اللي لسه ما احترفش نقدر نفرز من اللاعبين المحليين لاعبين يبقوا على مستوى عالي زي ما احنا كنا بنعمل طول عمرنا صحيح فيعني انا نداء كأحد ابناء أسرة كرة اليد رجاء من الاتحاد المصري دراسة هذه الفكرة في المستقبل علشان نقدر نغير شوية من شكل المسابقات الجانب الثاني ان احنا برضو لازم يبقى موجود طيب معلش يا كابتن خليني اقف معاك هنا اتفضل لو غيرنا شكل المسابقات يبقى ازاي ما هي الفكرة انه الدوري كله عبارة عن فرقتين تلات هيعملوا ايه مثلا ما هو احنا ليه فرقتين تلاتة يعني زمان يا نيارة لو انت تفتكري كان في سبورتينج كان في الزمالك كان في الاهلي طلائع الجيش ربنا يمسيه بالخير الكابتن طارق محروس كان عامل شغل كويس قوي طيران بيه. طيران سموحة. الجزيرة سموحة النهاردة ليه الجو بقى يعني المستوى عمال بيرجع علشان انا بلعب دوري طويل جدا بفرق ضعيفه جدا لا احنا زمان كان 8 بس كان الدوري 8 فرق فاحنا لازم نرجع للنظام انا من وجهه نظري نرجع تاني لنظام الثمان فرق والثمان فرق يقسموا اربعه فوق واربعه تحت تاني والاربعه فوق والاربعه تحت نرجع تاني لنظام الدورات المجمعه اربع دورات مجمعه حقيقه هو ده كان احسن نظام احنا بنلعب بيه وكان احسن نظام كان بيفرز او بيحط انا لعبت بالنظام ده وكان فعلا النظام ده بيحط اللعيبه تحت ضغط جامد جدا ان انا العب ثلاث ماتشات ورا بعض كان سبورتنج مثلا يلعب اهلي وزمالك واولمبي ثلاث ايام ورا بعض في دمنهور وبعدين في طنطا نفس الدوره وبينهم وبين بعض اسبوع احنا لازم نرجع نفكر او انا بقول رايي طبعا في ناس احسن مني بكتير جدا في الاتحاد المصري لكره اليد تقدر تقعد وتقدر تجيب دراسات وتقدر تشوف احصائيات الفتره اللي فاتت ونقدر نرجع تاني لنظام الدوري هتقولي لي ما بديش فرصة للأندية التانية تبقى فيها منافسة لا أنا لازم أي دوري قوي هو 8 فرق كفاية قوي يعني أزيد من 8 فرق أنا آدي نظام الدوري هو لما زودنا عدد الفرق في الدوري المصري آدي المستوى بقاله 4-5 سنين 15-16 فرقة تقريبا يعني كتير قوي لازم أرجع تاني لنظام الثمان فرق ونظام الثمان فرق يقسمه الأربعة اللي فوق والأربعة اللي تحت علشان نقدر نحط اللاعبين تحت ضغط لان الدوري صحيح. المصري هو اللي بيفرز لاعب دولي صحيح غير كده مش هقدر اشتغل صحيح انت حسيت انه لا الدنيا مش احسن حاجه مع المنتخب وان يعني المباراه دي هي مؤشر
غير مطمئن لمنتخبنا الوطني من مباراة البحرين. حقيقة انا كان عندي تعليق شديد جدا، يعني اول مباراة لما جينا واتكلمنا على مباراة كرواتيا، انا حقيقة اشدت بالمدرب ان هو كان عنده هدوء اعصاب، وانا قلت يمكن هو كان كده علشان هو يعني كان متأكد من المباراة فايز. لكن انا لما بشوف مدرب المانيا النهاردة وانفعالاته، مدرب فرنسا وانفعالاته، مدرب الدنمارك وانفعالاته، مدرب النرويج وانفعالاته، مدرب بولندا وانفعالاته، احنا المدرب الوحيد اللي لا تعبير طول الستين دقيقة ناير، يعني لا تعبير نهائيا، يعني زي دقيقة واحد في التايم اوت هي هو وخسران فرق جون هو يعني اللاعب المصري لاعب ذو شخصية مختلفة. اللاعب المصري لازم بيتنقله الانطباع من الشخصية اللي قدامه، لازم التحفيز. يعني انا بشكر جدا كريم هنداوي، وبشكر جدا يحيى الدرع، وبشكر جدا اللعيبه اللي بتقول للعيبه يلا بقى شدوا حيلكم. حقيقة ما احنا الكلام ده حتى على الدكه مش موجود. على مش معنى ان انا وصلت للاحتراف او وصلت للعالميه، لا، ما الفرق اللي جنبي، يعني الفرق اللي هتلعب بكره الدنمارك وفرنسا، اتفرجي على الدكه بتاعتهم، اللعيبه بتقف زي لعيبه الباسكت وبتبقى فاضل شويه وتنزل الماتش لما بيجي جون. احنا عندنا في حاجة مش مظبوطة. انطباع المدرب اتنقل اوتوماتيك للاعبين، فاللاعب بقى يعني ما عندوش انا لما ببقى تعبان قوي نيرة وجاي وقت عليا محتاج حد يقول لي فوق اصحى، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الروتيشن كان غريب جدا بالنسبة لي وعلامة استفهام كبيرة جدا. يعني في ماتشين ورا بعض بيعمل نفس الحركة، هو حسن قداح في مباراة السويد هو اللي نزل عمل فارق وقلل السكور، نفس القصه في المانيا، والراجل بيسيبه لاخر الوقت. هو خلص على يحيى الدرع وخلص على علي زين وخلص على اللعيبه دي، وما نقدرش نلوم عليهم، لان ما فيش لاعب ابدا في بطوله عالم 60 دقيقه بيلعب 60 دقيقه اربع خمس ست ماتشات ورا بعض، وفي بطوله عالم انت مش بتلعب. يا كابتن ده احنا كنا بنقابل البحرين وبنقابل مش عارفه فرق، مع كامل احترامي وتقديري انت ما بتلاقيش تشكيل قاعد اكتر من 10 دقائق. بس نيرة هو تشكيل بيتغير اكيد، في ده فعلا ثابت، قعد ثلاث ماتشات ثابت على لعيبه ارهقهم بدنيا. وقلنا كده في الاولمبياد على فكره، كان بيعمل نفس الموضوع في الاولمبياد، قلنا انت بترهق اللعيبه بتخليهم بدنيا يقعوا. خليني ارجع للسي في بقى، خليه بتاع باروندو. احنا كسبنا تونس مكسب هزيل جدا في بطوله افريقيا على ملعبنا. احنا خسرنا من اسبانيا بالمنتخب في البحر المتوسط، ودي كانت المؤشرات اللي احنا مش واخدين بالنا منها. مباراه كانت سهله جدا بالسكند تيم بتاع اسبانيا، وخسرنا وهو واقف برضو بنفس الوقفه بتاعته، نفس الرياكشن، نو رياكشن تمام، وابتدى ينقله للاعبين. فلا هو على مدار هو وصل لسابع عالم علشان نظام البطوله اتغير. يا نيار نظام البطوله اتغير، بقى يسمح بطلوع اول وتاني المجموعه. لكن مصر كان طول عمرها فريق قوي جدا، لكن نظام البطوله ما كانش بيسمح غير باول مجموعه فقط. لكن انا شايف وباكد على اللي انا بقوله، ان كان لازم يعني نبقى في المربع. صحيح، كان لازم نبقى في المربع، كانت اسهل فرصه، فرصه ذهبيه راحت. صحيح، فرصة. هل في غياب للعدل؟ طبعا باروندو من الشخصيات اللي بتحبه وتكره جدا، واضح هو. واضح يعني، اولا انا لو مكان باروندو كان لازم اقنع احمد الاحمر ان هو يبقى موجود كاخر دوره لي، ومش بقول كده عشان احمد أنا بحبه او انا كنت في نازل خالص، انا بقول كده كمدرب. انا دايما التفصيله دي ما بحبش اتكلم فيها، او ما بحبش اكون لا أنا بس خليني اقول حاجه من الكواليس كده. التفصيله دي انا ما بحبش اتكلم فيها، ومن بدايه بطوله العالم ما بتكلمش فيها، وما بدخلش نفسي في القصه دي، لانه لا احمد الاحمر تاريخه مستني ان حد يتكلم عنه، ولا هو حد قليل عشان حد يدافع عنه او يتكلم عنه، او لا لا لا، احمد الاحمر اكيد بالانجازات، مش بالحب ولا بالمشاعر ولا بعاطفه الاخوه ولا الكلام ده. لما بقول احمد هو بقول بانجازاته بمجامله، لا بانجازاته وارقامه هو اسطوره، ولكن حرفيا ومن الكواليس باروندو هو اللي وقف في وجود احمد الاحمر بعد اصابه يحيى خالد. احمد الاحمر ما كانش عنده مشكله انه ينضم لمنتخب مصر بعد غياب يحيى خالد واصابته، طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، ولكن باروندو هو اللي وقف في ده. وباروندو طوال فتره توليه المسؤوليه عنده مشكله نفسيه مع احمد الاحمر.
طب انا هقول لك دي من الكواليس يعني. ماتش المانيا ده لو انا مقعد احمد الاحمر طول البطوله جنبي طول البطوله مش هلعبه ولعبه اخر خمس دقائق في ماتش المانيا انا كنت كسبت. احمد على الاقل كان لقى حل مع زمايله لان زمايله انهاكوا بدنيا. يعني انا شايف يحيى بعد المباراه هو وعلي زين واضح عليهم الانهاك والتعب جدا. يعني مفيش حتى اتفرجي على الفرق اللي هي وصلت معانا للثمانيه محدش كان محمل على اللعيبه زينا يعني فاحنا كنا بنقول يا رب كنت بتكلم مع حد يعني بقول يا رب انا مش عايز اوصل لدور الثمانيه بالاصابات لان واضح جدا 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 ان الراجل محمل على 7-8 لاعبين فقط. طيب هو بس في الاول كده عمل لنا شويه روتيشنز وحركات وبتاع اول ماتش وتبديل اول ماتشين ثلاثه اول ماتشين وبعد كده لا خلاص بقى هو في ما هو لما الموضوع دخل في الجد فانا شايف يعني ان لو الاتحاد فعلا اخذ قرار بعدم التجديد فانا يعني بوافق جدا هذا القرار. احنا محتاجين تغيير والاتحاد اتاحوا له كل حاجه دكتور يعني حتى في موضوع احمد الاحمر اتكلموا معاه او يعني كان في كلام من قبل اصابه يحيى خالد كان كل الناس بتتكلم معاه مثلا عن احمد الاحمر هو الوحيد اللي لا ما لا يعني الموضوع بالنسبه له لا وهم حتى ما تدخلوش في قراراته لاخر الوقت وادوا له مساحته وراح درب في احد الدوريات الالمانيه ورجع ناس يعني من الاخر يعني دلعوه على الاخر وادوا له مساحته كامله وانا بشوف ان دي سياسه مش غلط حقيقه وانا عارف انا عارف ولكن كويس في جداً. الاخر هو الراجل ما استغلش الفرصه او الاستقرار اللي هم وفروه حقيقه يعني. هو الاتحاد فعلا دلعه جدا بس انا شايف ان الفتره اللي جايه احنا محتاجين حد متفرغ يا جماعه طبعاً. محتاجين حد يقعد يشوف يخطط مع الناس في الاتحاد نظام الدوري لازم يبقى عامل ازاي تبعا لاهتمامات المنتخبات القوميه مش منتخب بس المنتخبات القوميه محتاجين ان احنا نرجع تاني نتفرج على الدوري المصري نرجع تاني نتابع اللاعبين المصريين نرجع تاني يبقى في تمرينه اللي هي سبت وحد ونص يوم الاثنين بشكل دوري اسبوعيا. على فكره الكلام اللي انا بقول لك عليه ده هو ده اللي طلع جيل قوي طبعا لكن ان انا ابقى بره في مع النادي بتاعي واللعيبه المحترفين مع الانديه بتاعتهم وبرجع اجيب اللعيبه المحترفين العب بالسبعه ثمانيه المحترفين طب واللاعب المحلي حسن حسن قداح قاعد هاني الوينج رايت قاعد اكرم شادي ما بره السكور احمد مؤمن صفى بره السكور يعني اول مره اشوف سيف المحترف بره بيلعب وينج ليفت يعني وهو كويس في الخط الخلفي فليه بتعمل كده وعندي اتنين وينج ليفت قعدت واحد من الوينجات ليفت طيب. ونزلت واحد بقى من الخط الخلفي يلعب وينج ليفت يلعب وينج ليفت ودي كانت فكر مختلف. يعني ودي كانت حاجه غريبه جدا يبقى في الاختيارات في الاول انا كان لازم خلاص انا لو مش مقتنع بحد طب اخده معايا ليه ما اخدوش واقعده في المدرجات يعني حقيقه الوضع كان غريب جدا وانا طيب وبعدين انا دايما بقول يا دكتور ايه انا النهارده عندي مدرب قوي جدا 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 او سي في تقيل جدا او واحد مع يعني من اساطير التدريب على مستوى العالم فلما يجي يمسك منتخب زي منتخب مصر برضه بقوته مش عارفه ايه الراجل متوفر له انه يروح الدوري الالماني ويرجع مش عارفه ايه بس معلش يعني باروندو سي فيه اتكون من منتخب مصر ما هو ده انا هو يعني ده اللي يعني انا بقوله يعني يعني باروندو مش الامله بالنسبه لمنتخب مصر اللي هو نصبر عليه بس صبرنا علشان الراجل نجح مره واتنين وهو المدرسه بتاعته مشيت معانا وبيكمل ديفيد ديفيز ما انا باكد الدنيا مشيت لكن النجاح لا احنا منتخب قليل ولا باروندو الاسطوره يعني في التدريب علشان يبقى الطبيعي ان احنا يبقى صابرين عليه صاحب تاسيس هذا المنتخب هو ديفيد ده من وجهه نظري انا واحد في الهاندبول فقريب جدا فانا شايف ان ديفيد هو اللي جا مصر احدث الطفره واللاعبين كانوا مبسوطين جدا معاه وكان هو صاحب مدرسه قويه جدا بس هو الراجل سابنا لما جاله عرض صحيح جاله عرض ازاي لما كان مع منتخب مصر جاب البديل ليه والبديل ليه كان جاي متفرغ لحد ما ابتدى منتخب مصر يحط له السي في بتاعه وابتدى الراجل يعني بالسي في اللي احنا عملناه له يعني يطلع ويحترف وبرضو بره انا مش بقول او انا مش انا دايما بقول انا مش مع سياسه عاش الملك مات الملك لست انا يعني ما بتبعش السياسه دي ولكن زي ما حضرتك بمدرستك بـ بـ بنجاح المدرسه الاسبانيه مع مصر ضافت لمنتخبنا الوطني طبعا.
لا بس الرجاله دول ضافوا لك كتير قوي. كتير طبعا طبعا يعني. وهو جيل كويس. جيل لن يعوض. صحيح. عشان كده انا زعلان وحزين ليا نيره. لان انا فرصة. شايف اولا منتخب متكامل. ها. اطوال موجوده، حراسه ها. مرمى ما شاء الله ما شاء الله. كل واحد فيهم لما يعني لما كان موجود في الملعب في وقت من الاوقات ما تقدريش تفرقي مين احسن من مين. صحيح. وينجات رايت عندنا من احسن الوينجات رايت الموجوده على مستوى العالم. وينجات ليفت موجوده، الباكات ما شاء الله، هافات طيب ناقصك ايه؟ يمكن غياب يحيى وخالد واحمد الاحمر كان يعني كان واضح جدا جدا جدا، لكن منتخب مصر زاخر بابنائه يعني. صحيح. وفي ناس بره المنتخب على فكره، بس هو الراجل مش موجود، فالراجل مش بيتابع الدوري. يعني خلاص بقى سيبك من اللي هو ما اختارهمش، مش على وفاق نفسي معاهم، مش مقتنع بيهم، اللي مصاب، اللي ما عنده مشاكل نفسيه معاه، اللي مش عشان هو بيحبه ويكره، ودي كارثه حقيقي انا شايفاها كارثه تدمر حتى مستقبله كمدرب بعد كده. فكره انك بتحبه وتكره دي كارثه، والموضوع ده يمكن لاول مره بتكلم فيه. بس انا النهارده سيبك بقى من اللي انت ما خدتهمش واللي اتصاب واللي كل المشاكل اللي واجهتك دي، اللي منها بايديك ومنها مش بايديك، لكن انت عندك ناس قاعده معاك على دكه البدلاء معاك في السويد، يعني الموضوع مش متعب خالص. لو بصيت جنبك كده هتنزل حسن قداح، لو بصيت جنبك كده هتنزل دودو فتره اطول، لو بصيت جنبك كده هتنزل مهاب محسر، يعني في يعني عندك في كل مركز 2 و3 مقعدتهم ليه؟ وفعلا نو رياكشن نو اي حاجه، نو هو ما جاش يعني في البطوله دي، هو كان غير طبيعي. الكلام اللي انا هقوله ده المدربين هيفهموه اكتر من الناس اللي غير متابعه او دارسه كره يد. كل مباراه وليها نقاط ضعف ونقاط قوه، وليها خطه كده انا بلعب بيها. حقيقه انا مش شايف حتى في العمل الخططي لمنتخب مصر يعني حاجه متفق عليها، غير ان بيطلع محمد ممدوح هاشم من ورا الباك من الباكين، وبيبتدي يحيى او علي زين بيلعبوا اللعب الفردي ويعملوا تقاطع للباك رايت يشوط. يعني حقيقه مفيش جماعي، مفيش لعب جماعي، مفيش يعني جماعي. من الواضح ان اللعب الجماعي ما وصلش لمرحله الاليه. ما هو لما بيبقى في تدريب متمرن يا نيرة على العمل الجماعي، العمل الجماعي بيغيب جدا، بيحتاج وقت اطول من العمل المهاري او العمل البدني. العمل الخططي الجماعي ده اولا انا باخد مني وقت كبير جدا، وبعدين انا بجربه في ماتشات وديه وبطولات وديه وماتشات غير رسميه، وبعدين ببتدي ادخل بيه في البطولات. فمن الواضح الراجل ما يعني ما كانش موجود فتره كافيه علشان الشغل ده يتعمل، او معتمد على ان يحيى هو قائد البلاي ميكر بتاع المنتخب، هو حافظ الشغل فهو اللي بيشتغل. يعني حتى في تايم اوت انا ببص عليه هو بيقول ايه. حقيقه يعني هو الشغل اللي هو بيقوله يعني غير قبل كده تماما. فالراجل من الواضح ان هو واقف على الخط، هو مش فارق معايا خلاص المنتخب، ودي حاجه محزناني جدا. يعني هو رايح كاس العالم، يمكن عارف ان هو مش هيجدد تاني مع المنتخب. لا ليه؟ هو لو وصل مربع ذهبي كان هيجدد. لا هو والله مش رايح، مش عارف. انا مش عارف انطباعه كان كده ليه. طيب. يعني انا مش واصل لي يعني انطباعه، حقيقه حاجه منرفزاني جدا يعني. منرفزانا كلنا. خلينا بقى ايه نبعد عن يعني عن باراندو خالص، ونتكلم عن ابرز مشاكل منتخبنا الوطني ابتداء من مباراه البحرين، المانيا، السويد، الدنمارك، يعني طبعا بترتيبهم الصحيح بقى. ايه ابرز مشاكل منتخبنا الوطني في الاربع ماتشات اللي المفروض نتفاداها بكره عشان على الاقل تحقق نفس المركز اللي حققته في البطوله اللي فاتت يعني. طيب اي فريق قوته في تغيير نظم الدفاع بتاعته، ان هو يبقى عنده طريقه واثنين وثلاثه يدافع بيهم. منتخب مصر بيلعب بطريقه واحده ثابته ما بيغيرهاش، وهو عنيد ومصمم على الطريقه الاسبانيه في الدفاع، رغم ان الطريقه الاسبانيه خلاص ممكن تتغير، واحنا شايفين طرق دفاع بقت كاس العالم يعني كل ماتش ولظروفه. عندي مشكله في بين نص الملعب عند نقطه البينالتي، ودي اللي انا قلتها في المداخله، ومش عارف اعالجها طول البطوله. وكل الفرق لو احنا عملنا احصائيه معظم الاجوان جت من المنطقه دي، اماكن التهديف اللي جت عليا من هنا. لو انا مكانه ومش عارف ادافع بالطريقه الاسبانيه وعندي مشكله كده، يا اخي اطلع واحد قدام، العب 5-1، ولما لعبت انت 5-1
في فترات كتيرة جدا من أوقات المباراة الألمان حذفوا الكرة في الشارع لوحدهم. بالزبط. يعني هم بيعتمدوا على الشوط من بره. انت رجعت ازاي للمباراة؟ رجعت لما بالغلط قلت للولاد اطلعوا دفاع مفتوح. لما طلعوا دفاع مفتوح احنا اللاعب المصري بيعرف يلعب الدفاع بالمهاجمة. احنا المجتمع الشرقي او تونس والجزائر والمغرب احنا بنعرف نلعب الدفاعات دي. لما طلعنا عليهم هم حذفوا الكرة لوحدهم في بالظبط. فانت رجعت. لما رجعت تاني في اخر 3 دقايق رجعت ورا تاني. طب انت كنت ماشي بطريقة. فاحنا الدفاع المجر لعيبة تقال مش بسرعة الدنمارك ولا سويد ولا بسرعة الألمان. المجر أو أوروبا كلها نيرة حافظة سيستم، يعني بيلعبوا منظام سيستم. بلاي ميكر حافظ الشغل بيبتدي يشتغل. لو انت السنترال ده ابتديت يتعطلي هم هيخرجوا خارج القالب الجماعي اللي هم بتاعه. صحيح. لو أي فرقة أوروبية خرجتيها خارج القالب الجماعي بتاعها انت هتكسبي. صحيح. هيتقلب فردي، والفردي هم بيتلخبطوا جامد جدا. لسه كنت بتكلم في الجزئيه دي عشان وقتنا يا دكتور. كنت بتكلم بقول اتفرج على مباراه السعوديه والارجنتين في كاس العالم كره قدم، حاجه بعيده خالص اهي. الارجنتين وهي نازله بقينا كلنا مبهورين في اول ربع ساعه، ولما جابوا جون وبعدين السعوديه اتعدلت وجابت الجون الثاني، اول ربع ساعه نقول ايه اللعيبه دي اللي بتطلع تهاجم وتدافع، وايه التنظيم دول، المكن دول الات يعني ازاي كده؟ مجرد ما السعوديه جابت فيهم جون اربكت كل الشكل اللي انت مزبوط. بتتفرج عليه بوظت السيستم. مزبوط. انت مع الدنمارك في 2021 اول ما بدات انك لد ليهم في المباراه اربكتهم. مزبوط. ما هو الناس دي مش متعوده ان هو نازل بيبقى البطوله كلها بالنسبه له مباراه، يعني الدنمارك بالنسبه لها البطوله كلها فرنسا النهائي بس، غير كده الماتشات كلها بتبقى على قد المتناول وهم اتقل من اي حد. انت لو اربكتهم هتخليه متشتت. ده طبيعي. حقيقة. وانا دايما عندي وجهه نظر حقيقه ان لازم يبقى انا عندي فلسفتي الخاصه ومدرستي الخاصه بتاعتي، انا ماليش دعوه اقلد مدارس تانية. انا عندي قماشه، القماشه دي لعيبه منتخب مصر، انا اعمل طريقه الدفاع اللي تمشي معايا انا، مش طريقه دفاع اللي هي مدرسه الاسبانيه يبقى انا هلعب بالمدرسه الاسبانيه، لا. والمرونه يا كابتن. انا النهارده لو انت كوتش واقف على، احنا ليه بنقول في فرق بين الكوتش والمدرب؟ انت النهارده كوتش يعني لو طريقتك دي عايش عليها بقالك 10 سنين بس مش ناجحه معاك النهارده تغيرها. مزبوط. هي دي مرونتك ككوتش وانت واقف على الخط، مش ان هو احنا سيستم حافظين لازم هو كده يبقى هو كده. طب مش ناجحه. فهو طبعا حاجات كتيره جدا. انا بقول لازم إن نغير هو طرق الدفاع. طريقه الدفاع يبقى عندي طريقه او اثنين او ثلاثه، خصوصا بكره مع المجر. وانا بقول انجح الطرق الدفاعيه بكره مع المجر هو الدفاعات المفتوحه بالمهاجمه. علشان ابقى قريب جدا للجري فاست بريك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الدخول في المباراة بقوة. دي كانت قوة المنتخب المصري اللي غابت وفقدها خلال الاربع خمس مباريات التانيين. صحيح. اللي هي النوك اوت او ضربة قاضية بتاعت المباراة. صحيح. السويد لعبت علينا كده، الدنمارك عملت معانا كده، المانيا عملت معانا كده. صحيح. بيخطفك اول خمس ست دقايق في المباراة، وده اللي احنا كنا معلمينه لاولادنا. انزل المباراة بقوة جدا، افرق على الفرقة اللي قدامك ثلاث اربع. انت ليد على المباراة. هو احنا للاسف بقالنا الاربع مباريات، ودي السبب الرئيسي، بدخل في المباراه مش بقوتي. صحيح. فالفرق اللي قدامي بتخطف. صحيح بالتاكيد. والغلطه فوره مع الفرق اللي زي دي ومع المنتخبات الثقيله دي. كابتن طارق نورتني وشرفتني. ميرسي. وكنت سعيده جدا تواجدك معايا النهارده كالعاده. ميرسي. ربنا يخليكي. وشرف كبير جدا ان انا دايما ابقى موجود في قناه نادي الزمالك، ويا رب بكره يوفقنا علشان نفضل محافظين على المركز اللي احنا وصلنا له يا رب. الله. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاة. استنونا حلقة جديدة يوم الاثنين في نفس الميعاد. سلام عليكم.